المسجوني رانا اولا المسجوني تاع الراي هذه اكذوبه القرن، ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحسنه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا شنو داخل قبة البرلمان فقط سيطرة، وحتى هادو ترفع عنهم الحسنة في بعض الأمور. انت الوظيفة تاعك ما يعطيكش حسنة باش تشتم فلان ولا تشتم الأمير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدولة ولا مهما كانت صفتك. أنا أقولها اليوم بالنسبة للصحفيين، أولا عندنا 8000 ما يفوق 8000 وشي صحفي، إذا كان ثلاثة ولا أربعة دخلوا للسجن من أجل الشتم مش من أجل مقالات صحفية، إذا ما دخلش للسجن لأنك صحفي، لأنك مواطن اخترق القانون العام. ده هو. وثلاثة ولا أربعة في 8500، وراها الدولة العربية اللي عندها 180 جريدة يومية بغض النظر على الجرائد الالكترونيه والتلفزيونات تاع خواص. واش رجعونا احنا بلاد كوروندر دير فيها واش تبغي، ولا يهضر قال حقوق الكسمو حريه التعبير، الناس تعبر على روحها. ما التعبير المتحضر عارض داك شغلك، ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من أعماق اعتقاداتك مرحبا قول، باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط، ما نجحوش هما ما ينجحوش الأبواق تاعهم. هذا ما كان الزوج اللون أمر الرزازي بتسوسمية. يا مسيو تبون تهضر على المساجين وتقول لي باللي هما أكذوبة القرن اللي راهو مسجونين على الرأي تاعهم. يا عجبا ما عنديش ترجمة للغة العربية يقلق المنصب الرمي. كيف تقول اللي يسب ويشتم يعاقب من طرف القانون؟ أول حاجة وش من القانون اللي تهدر عليه؟ على بالي بلي ماركش تهدر سيريو. ها رأي داعي، أنا نمد الرأي داعي بدون شتم بدون سب. ما راناش نشوفوا القانون هذا اللي تهدر عليه، ونولوا المساجين هذه اللي راهما في السجون واش داروا؟ كاين اللي داروا واش داروا لازم يسجنوا لي كريمينال، وعلى كل حال كاين بزاف كريمينال في البوفوار ما راهمش في الحبس، وهذه راكم على بالكم. والاخرين اللي بغيت نتكلم عليه لي حراكيست، وكاين لي ماكيست، وكاين لي امازيغ قبالي ولا شاويين ولا حراكيست. خرج للحراك ملايين خرجت، علاه تقبروا الرؤوس برك اللي تدوش في الكاميرا؟ ولي ماكيست واش داير؟ هذاك حق اسمو حق تقرير المصير. شوف الجملة بدأت بحق، حق ماشي كيستيون انفصالي، لا لا. كاين قانون عالمي مصدوق من طرف الأمم المتحدة طالبوا به، مشعلوا لا حرب ما رفعوا لا السلاح ولا هم يحزنوا. واش راك تخلطوا؟ لا، انتوما ضعفتوا في النمط
سياسي ولا في الساحة السياسية راكو ضعفاء فابل. حتى في النمط العقلاني وحتى في النمط المنطقي ضعفتو. واش درتو؟ استخدمتو ما القوة. ما هي القوة؟ السلاح والجيش. تبعثو بعثيين تاعكم للقرى تدخلوا للمنازل بدون اي حق. ما عندكمش حق تصدموا لدار واحد. احنا شفنا حتى بلي فيديو هذا ما تشوفوش في الدول المزدهره. هذا يسموه حقرات. ما عندكمش الدروه تدخلوا المنازل تجبدوا لي ميليطو. ما عندكمش دروه. صح انتوما ما كانش ان جوستيس فوقكم. كانش حكم. اللي راه حاكم ما عندوش حاكم سوى ربي سبحانه. تكلم على الصحفيين. هل توجد صحافه في الجزائر؟ لا. انا ما نحكيلكش على ما نحكيلكش على لا 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 لا. كيما الصحفي اللي قبلك مسكين ما يقدرش يعارك. لازم يدير لك هكا مالغريك كيلتو بوز دي كيستيون مي راه يدير هكا ما يقدرش. تحكي على الصحفيين تمنى لاف لا ما عرفتش الحساب تاعكم. لا صحفيين تمت عمليه تصفيتهم. واللي سلك راه يعيش في المنفى. وإذا كاين واحد في البلاد راه في زاوية معينة في ركنية ما ما يقدرش يتكلم ولا ترفعوه ديري. تقول لي بلاد كولوندير ولا تخلط نورمالمون رئيس ما يستخدمش كلمات كيما هذي. كيفاه تقول لي دير واش تبغي؟ انتوما تديروا واش تحبوا. كيفاش الشعب يدير واش يحب؟ قتلتو حرية التعبير مع ليبرتي ديكسبريسيون. قتلتوها ما خليتوش الناس يقولوا. ما خليتوش الناس يروفونديكيو للدروة تاعهم يطالبوا بالحقوق تاعهم. تقوليش عارض هذا شغلك بصح بصفة ما قبلتوش المعارضة. ما قبلتوش المعارضة الحقيقية. ما نحكيلكش على الأحزاب اللي تجتمع معاكم في غرفة مظلمة من بعد يخرجوا في الصباح يقولوا احنا معارضين. لا المعارضة الحقيقية ما كايناش. تم القضاء عليها. من بعد تحكي لي تقول لي اللي يرفع البوق ما وراء البحر. احنا كاع اللي راه معارض لكم في الغربه تقول لي يرفع البوق ما وراء البحر سواء صحفي او يوتيوبر او هذو نفيتوهم لانهم معارضين حقيقيين يعبروا حرية التعبير. علاه يعبروا منا؟ لانه هنا كاين حرية التعبير. ما كانش تفسير واحد اخر يا سيت بون. بصح على بالي انت بالصفة عليك تهدر هكا. ما تقدرش تهدر واش كاين. مستحيل. هذا يسموه حق الرد بونو.